السلام عليكم طلاب أكاديمية مدارس رأى الفاروق، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. نحن يا سادس في الوحدة 14 بعنوان كن متفائلا، والمحفوظات في هذه الوحدة بعنوان تفاؤل وأمل. قائل هذه القصيدة هو أبو القاسم الشابي، وهو شاعر تونسي ولد في بلدة الشابية. من دواوينه الشعرية ديوان أغاني الحياة. هذه هي المحفوظات التي سنقوم بدراستها. يتحدث الشاعر فيها عن أنه سيعيش في الحياة متفائلا مهما كانت المصاعب التي يمر بها. نبدأ بالبيت الأول. سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. يبدأ الشاعر فيتحدث أنه رغم المصاعب التي يعيشها فسوف يبقى كالنسر وهو فوق هذه القمة الشماء المرتفعة. إذن ما هو الداء يا سلمى؟ أحسنتي، أي المرض والألم. ما معنى الشماء يا محمد؟ ممتاز، أي العالية المرتفعة. إذن يفصح الشاعر عن معاناته من الألم ومن إحاطة الأعداء به، لكنه على الرغم من ذلك لن يستسلم، بل سيتغلب على كل المصاعب ويحلق بعيدا كالنسر. من يشرح لنا الصورة الفنية الموجودة في كالنسر فوق القمة الشماء؟ تفضل يا عز الدين. أحسنت. شبه الشاعر نفسه بالنسر الذي يرتفع عاليا في السماء ولا يهتم بما يدور حوله. أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء. يقول الشاعر أنني سأرتفع فوق القمة لأصل إلى أو أقترب من الشمس المضيئة، وأنا أستهزئ بهذه السحب والأمطار والأنواء التي هي تعبر عن المشاكل والمصاعب التي يمر بها. ما معنى أرنو يا ندى؟ أحسنتي، أي أنظر بتأمل إلى هذه الشمس المضيئة. ما معنى هازئا يا أحمد؟ أحسنت، أي مستهزئا. ما معنى الأنواء يا سلمى؟ ممتازة، أي العواصف. فهذه السحب والأمطار والعواصف تعبر عن المصاعب التي يمر بها هذا الشاعر، فهو يستهزئ بها وينظر بتأمل إلى القمة التي يرتفع بها. يؤكد الشاعر المعنى السابق ويشير إلى ارتفاعه عاليا هازئا بالنجوم أو هازئا بالغيوم والأمطار والعواصف، لأنه فوقها وهو أعلى منها حيث يقترب وينظر إلى هذه الشمس المضيئة. لا أرمق الظل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء. يبتعد الشاعر عن هذا الظل الكئيب ولا ينظر إليه ولا حتى ينظر إلى ما في نهاية الهوة السوداء. ما معنى أرمق يا محمد؟ ممتاز، أي أنظر نظرة سريعة. ما المقصود بقرار؟ تفضل يا أنس. أحسنت، أي في داخل. ما هي الهوة يا عز الدين؟ ما هي الهوة؟ ممتاز، أي الحفرة بعيدة القاع، أي أنني لا أنظر إلى هذه المشاكل وهذه المصاعب مهما كانت كبيرة وموجودة في الحياة. يكمل الشاعر فيقول إنه بسبب ارتفاعه عاليا كان يجب ألا ينظر للأسفل، حيث الظلال الكئيبة والحفر المظلمة بعيدة القاع وهي شديدة السواد. أصغي لموسيقى الحياة ووحيها وأذيب روح الكون في إنشائي. يستمع الشاعر للموسيقى الموجودة في الحياة التي تعبر عن الأمل والتفاؤل، ومن خلال إنشائه وتأليفه الشعر فهو يذيب روح الكون فيها، وذلك للدلالة على أنه يكتب الشعر الذي يوحي إلى الأمل والتفاؤل في الحياة. ما معنى أصغي يا محمد؟ أحسنت، أي أستمع بتركيز. ما المقصود بوحيها؟ ما هو الوحي؟ تفضل يا عز الدين. ممتاز، وحيها أي إلهامها. ما معنى أذيب يا ندى؟ ممتاز، أي أجعله منسجما، أي أجعل روح الكون تنسجم في هذا الشعر. إذن إنشائي يا سلمى. أحسنتي، أي الأشعار التي أكتبها.
إذن يقول الشاعر: أستمع بتركيز إلى جمال الحياة وإلهامها، وأتفاعل مع الكون بما فيه من خلال أشعاره الجميلة المعبرة. من يشرح الصورة الفنية الموجودة في هذا البيت؟ تفضلي يا رسل. أحسنتي، أذيب روح الكون في إنشائي. شبه الشاعر تفاعل الكون مع أشعاره كأنه مادة تذوب في الشعر للدلالة على تأثير شعره الجميل على الكون. وأصيخ للصوت الإلهي الذي يحيي بقلبي ميت الأصداء. يستمع الشاعر أيضا إلى الصوت الإلهي الذي يقوم بإحياء قلبه والذي كان يعتبره ميت الأصداء. ما معنى أصيخ يا سلمى؟ أحسنتي، أي أستمع. ما هي الأصداء يا ندى؟ ممتازة، أي الأصوات. إذن يستمع الشاعر للصوت الإلهي ويعبر عن أن هذا الصوت يعطيه الراحة والهناء بعيدا عن الأصوات الأخرى التي تسبب الطمع والشقاء. فهدم فؤادي ما استطعت فإنه سيكون مثل الصخرة الصماء. إذن يتحدى الشاعر هذه المشاكل التي تحدث له، فيقول: إذا استطعت أن تهدم فؤادي المليء بالتفاؤل فهدمه، لكنه سيكون مثل الصخرة الصماء القوية. إذن ما معنى الصماء يا رسل؟ أحسنتي، الصلبة والمتينة والقوية. إذن يتحدى الشاعر ويطلب هدم فؤاده، ولكن ذلك لن يتم لأن فؤاده كالصخر الصلب القوي الذي لا تؤثر فيه الظروف الخارجية. فالإنسان المؤمن لا يتحدى القدر، بل يرضى بقضاء الله ويقبل القدر خيره وشره. من يشرح الصورة الفنية الموجودة في هذا البيت؟ تفضل يا مياس. أحسنت، مثل الصخرة الصماء. شبه الشاعر قلبه بالصخرة القوية المتينة التي لا تتكسر ولا تتأثر بالظروف الخارجية للدلالة على قوته وصلابته. واملأ طريقي بالمخاوف والدجى وزوابع الأشواك والحصباء. يقول الشاعر: مهما امتلأ طريقي بالمخاوف وبالظلام وبالمشاكل فإنني سأبقى ثابتا على مبادئي. إذن الدجى، أحسنتم، الظلام. ما المقصود بزوابع؟ تفضل يا مثنى. أحسنت، إعصار. ما هي الحصباء يا رؤى؟ ممتازة، أي الصخور الرملية الصغيرة. إذن يستمر الشاعر بتحدي الظروف والصعاب، فيقول لمن حوله: املأوا طريقي بالظلام والأشواك والحجارة فأنا قادر على تجاوز كل هذه الصعوبات. سأظل أمشي رغم ذلك عازفا قيثارتي مترنما بغنائي. يكمل فيقول: مهما كانت المصاعب والزوابع التي تعرضت لها سأظل أمشي وأعزف بهذه الآلة الموسيقية وأترنم وأسعد بهذا الغناء. إذن ما هي القيثارة؟ أحسنتم، هي الآلة الموسيقية. ما معنى مترنما يا سلمى؟ ممتازة، أي متغنيا بفرح وسعادة. إذن يقول الشاعر: سأظل ماشيا بروح شاعر حالم، وسأظل متغنيا بفرح وسعادة مهما كانت الآلام التي تلاحقني. النور في قلبي وبين جوانحي، فعلى ما أخشى السير في الظلماء. إذن ما دام النور في قلبي وبين جوانحي فلن أخشى أن أسير في الظلماء وأمر بهذه المصاعب والمشاكل. إذن ما معنى جوانحي يا رؤى؟ أحسنتي، أي أن هذا النور موجود في قلبي وفي أضلاعي، أي موجود في صدري. يقول الشاعر: إن النور في قلبي وفي صدري فسأشق دربي به بلا خوف، فلا خوف ولا خشية من السير في الظلمات. إني أنا الناي الذي لا تنتهي أنغامه ما دام في الأحياء. إذن يقول الشاعر: أنني أنا آلة موسيقية وهو الناي، لا تنتهي هذه الأنغام وستبقى موجودة في هذا الكون ما دام في هذا الكون أحياء. إذن ما هو الناي؟ تفضل يا مثنى. أحسنت، هي آلة موسيقية. إذن ينهي الشاعر قصيدته بوصف نفسه كالناي، يعزف ألحانا ويحلم بالأحسن والأجمل، ولا يوقفه شيء عن السير في الظلام
والألم. ما الصورة الفنية الموجودة هنا يا عز الدين؟ أحسنت، عندما قال أنا الناي، شبه الشاعر نفسه بالناي الذي يصدر ألحانا جميلة لا تنتهي ما دام حيا، للدلالة على تحديه الصعاب والآلام وشعوره بالأمل والتفاؤل. إذن إذا أردنا أن نلخص الأفكار الرئيسة في المحفوظات، الأبيات من 1 إلى 3 التفاؤل والشموخ رغم وجود المكائد والأعداء، من 4 إلى 5 النظر دائما للجانب المشرق والتغني بالأشعار الجميلة، الأبيات من 6 إلى 10 تحدي الصعاب والمشاكل بالتفاؤل والإيمان بالله تعالى يبعث القوة في نفس الإنسان ما دام حيا. وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية الحصة. أرجو منك كتابة المفردات والأفكار والصور الفنية على دفترك بخط مرتب.